السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، سنة سعيدة، كل عام وأنتم بخير. بهذه المناسبة بغيت ندير لكم كواليس ديال المطبخ أميرة، وأثناء التصوير أشنو كيحصل لنا من المشاكل وشحال من وصفة اللي كنعاودوها باش نقدروا نوصلوا لكم وصفات اللي تنال على الإعجاب ديالكم. وحنا بالدور كنبغيو أي فيديو كنحطوه نلقاو المشاهدات اللي تفرحنا، لكن للأسف كنلقاو مشاهدات ضعيفة وكنيأسوا، ولكن كنقولوا واحد يصبر، بما ان المحتوى جيد اكيد غادي يتشاف. وكنتمنوا هذه السنه الجديده ان تفرحنا بالتشجيعات ديالكم، ويكونوا عندنا مشاهدين اللي دائمين معنا، ويكونوا فيديوهات اللي يعني تعجبكم وتنال على الاحساس ديالكم، وتبارطاجيو لينا الفيديو وتعاونونا وتشجعونا. هادشي اللي كنطلب منكم، وكنتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير، كل متتبعين قناة مطبخ أميرة والقنوات جميعا. ونخليكم مع الفيديو، ونتمنى يعجبكم وتشوفوا شنو التعب اللي كيحصل لنا أثناء التصوير، وفرجة ممتعة. ما صوبنا لي بودان ديالنا في اللاطة، دوكا غندير واحد البيضة وندير واحد شوية نسكافي، ولا ما عندكمش نسكافي، عندكم سميتو، عندكم الشوكولا ديك المرة حتى هي مزيانة. المهم اللي عندكم ديرو، نطربو مزيان. صافي دينا ماما، بسم الله على بركة الله. درنا جوج بيضات قصناهم، غنديرو شوية الملحة، شوية الملحة، ونديرو سنيدة، وغنديرو لاغوم. بيني لاغوم باش نبقى نشرح لي فيها. ها هو لاغوم، غنديرو واحد راس عاشق صغيرة، ها هي. كيبان؟ كيبان. سيري صافي، وغادي نبداو نخلطو كلشي مع نصيحة. كيجي ريحتو زوين، ادري عندك انتي دير البرتقال. البرتقال هاديك عندها هذا الحامض وشتو نفس اللون. ايه كيكونو قابل بعضياتو، مع هو الريحة مختلفة. ها هو كطربي مزيان باش كتدوب السنيدة، كدوب وكلشي كيدوب، والعناصر كتمتزج مع بعضياتها مزيان. اما الزيت غنبداو نخويو فيه بشوية بشوية، وحنا كنطربو، فهمتيني؟ حنا كنطربو، ها هو الزيت كنخويو بشوية بشوية وكنطربو، كنديرو شي مرة. ديرو هادي بحال هكايا، متلصقش. بسم الله بسم الله بسم الله. ماما مشيت لينا كيكة. ماما كيكتي مشات. دير راس العار. ما تغشوها، مشات لينا كيكتي. دابا انا غادي نوريها للناس هادي. لا لا لا، كاين اللي قلفها الله بالصالة. خليها بيجي صافي ماما. شوف شوف، هي طابت من الجناب، هاي سيبها طايبه من الجناب. شي هي طايبه من الجناب دغيا. شي هي ماشي مشكل، من الجناب شحال ما نقلبوها، نقلبوها نديرو شي هذا باش نحولو. انت كتشوف هنا ما قدرش نقلبها، هنا درناها هنا باش نحولوها. بسم الله صافي. شتو مقصني فيها؟ ها هي كتبقى النار بهيل. انتوما الدريات هادي الساعه المكانه، بغيتو تبداوها من 6 ولا تبداوها من 12؟ عرفتي 12 تاع المكانه زوينه، عارفينها من 12 هنايا. دو ما تجيها ولا ما تجيها، المهم عام من السونتر ديال المكانه، حيت العقرب كيبدا من السونتر دائما. من المركز ديال المكانه هذا ممكن يبداو يلويو. ها هي، ها هي انا غنديها من 12، بحال 12 بحال 6، حنا قبيله بدينا من 6 من التحت. حنا غنبداو دوكا من 12، ها هي صافي، ونبداو نلويو.
حنا من 12 غاديين يلاه الوحده الجوج ممكن يبداو من هنا ولا من هنا ايه يعني ليه؟ اللي بانت ليكم. وممكن ما ديروش الحشوه، ديروا عيل الفينو والزبده، ما بغيتوش ملويه خاويه ما تكونش عامه، بغيتو ديروها خاويه وبغيتو ديروها عامه، نتوما المهم مخير غيتحصلوا على ملوية اللي تكون الملويه اللي سهلة. غتكون سهله في اسرع وقت تكونوا مجدتوه. هادو هما الدريات، هاد الشيء اللي بغيت نوصل لكم الدريات. وهاد البلاصه دائما جمعوها باش ما يخرجش لكم الحشوه من هنايا، ها هي هي جمعوها الدريات صافي وديروها هنا صافي وخليوها تطلع. ضلمة، هزي هزي بيدك بحال تقدميها لي، نزي نزي باش يشوفو الناس. اشي دخلت مناو كتكون غامق. سيبيه جا زوين صافي. سيبي مزيان سيبي. خايف دايما قلتلي ياك دايما تبدلي انا كنت نبدلها قادر نبدلو ديالك مزيانة، مزيان قادر نبدلو شي وحدة من هادو نديرو هادي شتي. هانتو البنات تحلو هاد الكوغدو، هانتو هو سخن مالك والله شوف ماما هاما دوكا يا خشينا هادي في داك الجويب اللي وريناكم وهنايا غتشدي يا اما كيس تاع الورد ولا كيس تخشيه هنا، يا اما تخشيه هنا، يا اما ديري ما بين مانطا ومانطا ثم الحرين فهمتي اللي بغيتو. المهم غنوريكم كيفاش. وهاد الطيه اللي بانت لكم اللي تعاودوا كتبان لك كتعاودي كتديريها كتعاودي تجبديها بحالكم باش ضمني انها مخشيه مزيان وما تحلش، وخا تلعبي بها الدراري يلعبوا بها ويحولوها طرح لي فيما بغيتي ديري، ما تخافيش انها تتحل لك نهائيا. ها انتما الدريات ولا ما كانش عندكم المساحه بلاكارات فيما ممكن تحطيها، حطيها حتى في في بيتك، تحطيها في الغرفة اللي بغيتي. المهم حتى الدراري ما يوصلوش ديرهم ليهم. بلاستيكات ديرهم كلشي هاي هاي هادشي لعبي بيها وقفيها في شي قنت بحال هكا ما تحلش ما تحلش شي ها هما ما كتحلش كتبان لك هاي ما كتحلش. هاي كنتمنى الفيديو يعجبكم وتكونوا ضحكتوا، حتى انا ضحكت بزاف ديال اللقطات اللي كتحصل لينا وشحال التعب اللي كنتعبوا انا وماما. وماما راه دارت القناه ديالها لاله بهيجه مولات الدار، كنتمنوا انكم تدخلوا عندها وتشجعوها كذلك وتشتركوا في القناه وديروا ليها لايك وتبارطاجيو الفيديوهات ديالها. نخلي لكم الرابط في اول التعليق. وشكرا على الوفاء ديالكم وعلى المتابعه ديالكم وتشجيعات ديالكم، وكنشكر كل المتتبعين ديالي وكنقول لهم بيزو وسنه سعيده وكل عام وانتم بألف خير. مع السلامه.